رغم التطور التكنولوجي بالعالم وسرعة الحياة، إلا أنه شهر رمضان لما بيحل علينا بترجع بتظهر بشكل تلقائي كتير من الرموز يلي ما بتكون موجودة خلال أشهر السنة، وأهم هالرموز هي الفانوس. يمكن كتار ما بيعرفوا أنه كلمة فانوس هي بالأساس يونانية وبتلفظ بنفس الطريقة ومعناتها الإضاءة أو النور، وكتير من العلماء بيأكدوا أنه في صلة وثيقة بين فانوس رمضان ومصر، وهالشي بيرجع لأنه المصريين تصدروا صناعة الفوانيس. فأحد القصص بتقول أنه المصريين اعتادوا أنه يرافقوا الخليفة بجولته من أبواب القاهرة القديمة لجبل المقطم لرؤية ظهور قمر رمضان، بيكونوا الأولاد واقفين وحاملين فوانيس صغيرة لإضاءة طريقهم. وبرواية تانية أن المصريين انتظروا الخليفة المعز بالله الفاطمي ليمر بالقاهرة وأناروا دربه بفوانيس مصنوعة من ورق النخيل وجلود الخفيفة لضمان عدم انطفاء الشمع. لكن مهما تعددت القصص والروايات، إلا أن الفانوس اليوم صار رمز لكل الدول يلي بتحتفل بشهر رمضان وصار وجوده أساسي بكل بيت. اصحى يا نايم وحد الدايم، قوموا على سحوركم، اجا رمضان يزوركم. الله برمضان زادت رحمته لما تولى بالعناية امته، واللي احتسب صومه وصلاته وحجته مخلص لربه، ربه تمم نعمته. المسحراتي هو رمز مهم وبعضه موجود لليوم، وأول شخص قام بالمهمة هو بلال بن رباح، وعرفت مهنة المسحراتي بأيام الخلافة العباسية ببغداد وتحديداً بعهد الخليفة المنتصر بالله، بعدين انتقلت لسائر بقاع الدول الإسلامية. ومع مرور الأيام ووفقاً للهجة كل منطقة، أبدع المسحراتي بتأليف العبارات والألحان ليصحي الناس من نومه بدون ما يزعجون. شهر العبادة شهرنا، أحلى ليالي عمرنا، الله من عنده أمر ليزيد عنده أجرنا. حي الدايم حي الدايم. المدفع رغم أنه مو موجود اليوم ولا يستخدم، إلا أنه هو رمز أساسي ليدل على شهر رمضان، وبتلاقي اليوم بكل الفواصل والإعلانات الرمضانية. أما أساس إطلاق المدفع أول مرة كان بعام 1811 بمصر. بتتفق القصص التاريخية على أنه مصر هي منشأ تقليد المدفع برمضان، والقصة بتقول أن والي مصر محمد علي باشا كان بده يجرب مدفع مستورد فأطلقه بوقت الإفطار، ما جعل الناس يشكروا على تذكيرهم بالإفطار عبر هي المبادرة، فأمر بإطلاق المدفع يومياً عند الإفطار والسحور. تكريزة رمضان هي عبارة عن نزهة بيخرج فيها الناس بآخر يوم من شعبان للأكل والتسلية. بتختلف تسميتها اليوم، فبسوريا اسمها تكريزة رمضان، ببيروت اسمها سيبانا، وبالمغرب الشعبانية، وبالإمارات وعمان اسمها حق الليلة، وقريش بالكويت وليلة الناصفة ببعض أجزاء الجزيرة العربية. هي أبرز الرموز يلي ما منشهدها وما منعيشها إلا بشهر رمضان. وكل عام وأنتم بخير.